احنا بنتحدث عنه عن هذا وبنتحدث عن هذا الموضوع، بناخذ تفاصيل اكثر مع ضيفنا اللي انضم لنا عبر تطبيق زوم، دكتور خالد الامين عضو نقابه الاطباء في مصر. يا هلا ومرحبا بك دكتور. اهلا بك واهلا بحضرتكم. اهلا بك. بدايه دكتور، يعني شو هي عمليه تجميد الاجنه وكيف يعني تتم هاي العمليه؟ عملية تجميد الأجنة دي هي عملية طبعا لحفظ البويضة الأنثوية المخصبة، يعني هي الحقيقة بتبقى نهاية لعملية طويلة من عملية حاجة اسمها تنشيط المبايض النسائية عند السيدة عشان خاطر نطلع أكبر عدد من البويضات في المرة الواحدة. بعد كده بنعمل عملية سحب للبويضات دي وناخد عينة من السائل المنوي للزوج، وأنا بركز هنا على كلمة الزوج. بناخد عينه من السائل المنوي للزوج ونحقن بيها ونخصب البويضه دي، بينتج بعد كده عدد من الاجنه. في الطبيعي وفي المعتاد بيبقوا من حوالي 6 ل 8 اجنه. لو احنا عايزين نعمل حقن للسيده وعايزه تحمل في الوقت ده بنعمل لها حقن الجنينين او ثلاثه وبنحتفظ بالباقي. في بعض الازواج او السيدات بتيجي تقول انا مش عايز اعمل حقن دلوقتي، مش عايز احمل دلوقتي، لكن انا عايز احتفظ بالاجنه فتره شويه لغايه ما وقت يعدي، ظروف معينه مرضيه او ست مثلا هتاخد مثلا علاج سرطان لا قدر الله، فطبعا ده بيقضي على خصوبه المبايض. فبنحتاج يعني هي مش بس الحكايه بتبقاش رفاهيه مثلا او حكايه، لا احيانا بيبقى لها دواعي طبيه مناسبه. انزين دكتور خالد، كيف بنحفظ بناخد الاجنه دي؟ نعم، بناخد الاجنه دي بس عشان دي حاجه مهمه، بنحفظها في مستودعات نيتروجين سائل زي ما حضرتك قلت من شويه، ودي بتكون مهمه علشان بتخفض درجه الحراره لحوالي 190 196 درجه تحت الصفر. دي بتوقف العوامل الحيويه للجنين ده او للكائن ده او للجزء الحيوي ده لو لسه ما قلناش ان هو لسه بقى جنين، وبس بتحتفظ بصفاته. نعم. الفسيولوجيه يعني. نعم. المكونات بتاعته تفضل زي ما هي. احنا طبعا لما بتقعد فتره طويله شويه الحكايه دي عشان نزود جوده الاجنه دي بتضاف ليها بعض المواد غير بس غير النيتروجين السائل، وكان في مواد محفزه وزي المواد الصناعيه الحافظه اللي بتتحط في الاكل والحاجات. جميل. انزين دكتور، كيف علميا وطبيا تفسر هذا الشيء اللي حصل وشو اهميته على مستوى العالم؟ يعني اليوم اغلب وسائل الاعلام تتكلم عن هذا الموضوع، فان سابقه في تاريخ الطب البشري بشكل عام مش بس في عامنا هذا. الحقيقة هي مش سابقة كبيرة ولا حاجة يعني، لكن هي موجودة في مصر وموجودة في كل الدول العربية تقريبا التقنية دي، وبنشتغل فيها وبنعملها. يعني أنا شغال نساء التوليد واشتغلت الحكاية دي كتير قبل كده، لكن هي بس الجديد في الموضوع إن الفترة طويلة جدا. طبعا احنا في العادي ما بتبقاش الفترة طويلة بالشكل ده، لأن السيدة اللي بتيجي مثلا تعمل حفظ بويضات أو حفظ أجنة بتبقى في الثلاثينات او الاربعينات من عمرها. طبعا انا لو قعدت 30 سنه زي ما هم قعدوا هتيجي تحقن للست دي الاجنه دي هتبقى عندها 70 سنه، لو عندها حمل عمره ما هيتم. هي الفكره اللي حصلت هنا على فكره الزوجين اللي حصل معاهم الحمل مش هم الزوجين اصحاب النطف، مش اصحاب يعني الزوجه السيده صاحبه البويضه والسيد صاحب السائل الحيوان المنوي اللي عمل الاخصاب وعمل الاجنه دي، مش هي السيده اللي تم الحقن فيها، عشان كده قعدت فتره طويله الاجنه دي. طبعا الحاله دي مستحيل تبقى موجوده في عندنا في الدول العربيه والدول الاسلاميه، لان انت موضوع الرحم المؤجل وانك تحقن جنين لسيده مش امه او كده طبعا ده ممنوع عندنا، وبنتاكد من وثائق الزواج وحكايه كده. فعشان كده احنا ما مرناش بالتجربه اللي هي تقعد فترات طويله، لكن احنا شفنا ناس قعدت 5 سنين وناس قعدت 10 سنين وناس قعدت 15 سنه، يعني اللي هو الحدود الطبيعيه اللي تبقى الست ما تقدمتش قوي في العمر، فيبقى الحمل ان شاء الله في فرصه ان هو ينجح وتكون الظروف اللي هي كانت ماجله بسببها اتغيرت. نعم. طيب لكن دكتور احنا ما جربناش بتحط دكتور خالد، الاب بالتبني قال انه كان هو عمره 5 سنوات من عمره لما صار تجميد للاجنه. وقال ان هايلا اكبر اطفالنا سنا في الحقيقه رغم انهم اصغر الاطفال، يعني هذا في حد ذاته شيء محير، فشو راي الاطباء والعلماء خصوصا في هذا في هذا الموقف اللي حصل؟ لا هي دي جمله عاطفيه اكتر، يعني دي جمله عاطفيه، لان احنا بنحسب عمر الجنين مش من نحسب مش من وقت التخصيب. لا احنا بنحسبه من وقت ما بنحقنه داخل رحم السيده.
يعني لا يعني انا قصدي عم الجنين لسه مش عم البيبي، عم الجنين اللي هو يعني بنقول مثلا في الاسبوع ال 15 الاسبوع ال 20 وهكذا. بنبدا نحسب من بدايه الحقن، لكن الجنين ده كان محفوظ 10 سنين 15 سنه ما بتفرقش. يعني احنا بدايه الحقن نبدا نعد اليوم الاول من الحمل اليوم الثاني وهكذا. وبالتالي هم عمرهم زي عمر اي حمل حصل بشكل طبيعي. البويضه نفسها عمرها ممكن تكون عمرها متقدم شويه لانها كانت من عمر الام اللي اتخذت منها البويضه. لكن الحيوان المنوي بقى اللي هو ساعتها ده ربنا مد في عمره شويه، لان الحيوان المنوي في الطبيعي بيعيش ايام بسيطه وبعد كده بيموت، ما بيكونش موجود وبيتجدد في جسد الرجاله. يعني دايما مش زي ستات بتتولد بعدد معين من بويضاتها ما بتغيروش وبيتمش تكوين بويضات جديده، لكن الرجاله بتتغير كل شويه. فيمكن دي الحادثه في الحاله دي الغريب شويه بالنسبه لنا، موضوع اللي هو او يعني نظريا كده الحيوان المنوي هو اللي عاش اكتر يعني. زين دكتور زي ما كنت باكد تاني. نعم اتفضل. انا باكد ان الحمل ده عمره زي عمر اي حمل حصل، لو كان حصل في نفس الوقت ده حمل للزوجين دول بشكل طبيعي. نعم. كان برضه اتحسب عمره زيه زي الحمل ده. نعم. اذا دكتور ختاما، كان الرقم القياسي كما لا يخفاك السابق لاطول اجنه تجميدا لطفله ولدت في عام 2020 اللي هو قبل سنتين بعد عملية تجميد لحوالي 27 سنة. الحين هذه العملية 30 سنة، هل هي الحد الأقصى لصلاحية الأجنة المجمدة علمياً أم أن هناك تطور جديد في التكنولوجيا وفي الطب أنه ممكن يكون الوقت أطول؟ لا ده نظرياً تعيش 100 سنة كمان. يعني هو نظرياً أنت زي ما قلنا من شوية بتتحفظ بظروف مثالية للاحتفاظ بالخصائص الحيوية بالجنين. ما عايز أقول لحضرتك أن في القطب الشمالي لما جم في التلج وبيحفروا أو بيعملوا حاجات، ولما بدأت تكشف بعض الجليد لقوا فطريات وكائنات حية عايشة من آلاف السنين موجودة هناك. نعم. وبالتالي نظريا احنا نقدر نحتفظ بالاجنه دي طول ما احنا محتفظين بالجو اللي احنا عاملينه من البروده الشديده ومن وجود المواد اللي بتساعد على ان يعني زياده جوده الاجنه دي. نظريا احنا نقدر نعيش عشرات ومئات السنين يعني. لكن زي ما قلت لحضرتك من شويه، احنا عشان في الواقع بقى ما بنحتاجش ده. الست اللي بتاخد منها اجنه دي لازم تزرع لها الاجنه دي بعد 5 او 10 او 15 سنه، عمرك ما هتقعد 100 سنه وتلاقي نفس الست عايشه يعني. فما جربناش بقى الجنين ده بقى لما بنحقنه بيعيش قد ايه، لكن نظريا هو ممكن يعيش اكتر من 30 سنه بكتير جدا. نعم. طيب دكتور خالد الامين عضو نقابه الاطباء في مصر، كل الشكر لك على المعلومات اللي قدمتها لنا.